طيب تعالوا ناخد البرجر بريد، حركه اللي بعملها عملتها الحلقه اللي فاتت، وناخد شويه زبده ونحمر البرجر، علشان قلنا احلى برجر هو اللي بتبقى البن مظبوطه وفيها الطعم الحلو للزبده. عندي الزبده هنا، ناخد شويه زبده هنا وناخد البرجر بان ونحمرهم. بصوا هي زي الاسبونج شربت. احنا كده كده هنعمل 1 برجر، مش هدلعكم قوي النهارده يا كنترول. برجرايه واحده، وعندنا الفراخ المفرومه، العيش ده اتحمر، دي عايزه تحمر من النص، دي بقت جاهزه. بحط بس قطعة كده من الميلك كيك، جنبها شوية من حليب، وتعالوا بسرعة نبتدي بخلطة برجر الفراخ. صدور وراك فراخ مفرومين نادرا ما بلاقيهم عند الجزارين، لأنه بيحبوش يفرموا اللحمة والفراخ بنفس المكان، يعني بيقولوا هايجينيكلي غلط صحيا انه ما ينفعش تمكسوا، فممكن بالمفرمة او لو في مفرمة اللي هي كبة او مفرمة طعام عادية. هحط شوية بقسماط واحط بياض بيضة واحدة، الحاجات دي بتربط البرجر كويس، رشة بابريكا، الفراخ محتاجة غير برجر اللحمة، شوية بهارات، توم بودرة، بصل بودرة، وملح وفلفل. دي خلطة البرجر اللي هنحطه على النار. هنقدمه يا ترى مع ايه؟ التشيكن برجر بيليق جدا مع الكول سلو، فهنعمل كول سلو لذيذ. في حاجتين بيتضافوا على البرجر ضفتهم على الكول سلو نفسه عشان نقلل التوبينجز، وانا بعجن كده لو احتاجت بقسماط هضيف. عايز ازود الملح شوية وهزود البقسماط كمان شوية. ممكن نعجنه ونحطه بالفريزر يبقى جاهز نطلعه بأي وقت. مش هنعمله تخين زي برجر اللحمة، برجر اللحمة قلت لكم أنا بحبه ميديم، الفراخ يعني مش كامل السوى. الفراخ ما ينفعش تبقى غير كاملة السوى، فهعمل واحدة زي ما قلنا كبيرة شوية، ومش هتكش برضو زي اللحمة لأنه مفيش فيها دهون كتير. نشكلها، وحتة زبدة في الطاسة أصغر شوية لأن احنا عندنا واحدة بس، ونحط قطعة البرجر. وممكن نضيف مع الزبدة نقطة زيت، خلوني بس شيل الجلوفز، نبقى حريصين دايما بالفراخ النية علشان ما يحصلش كونتامينيشن. نقطة زيت زيتون أو زيت عادي علشان بس ما يتحرقش الزبدة قوي. طيب هنعمل الكول سلو مع بعض. النهاردة ضفت للكول سلو بصل أحمر اللي بنحطه على البرجر، قلت اضيفه مع الكوسلو تسهيلا، والمخلل كمان. هاتوا ناخد جلوفز ثاني اخلطها كده برضو بايدي. خلطه الكوسلو سهله، عندنا مايونيز ده الدريسنج الرئيسي، خل ابيض وعسل، بلاش سكر، احلى جدا العسل ما بقاش مرمل لانه السكر مش هيدوب. شويه خل، عندي كرنب ابيض، كرنب احمر ده او ده ممكن، جزر، حطيت بصل ومخلل ده الزياده. هنحط المايونيز وهنحط العسل اهو، ناخد العسل زي ما قلنا العسل افيد وبنفس الوقت هيدوب مع الدريسنج. هنقلب ده كله، عامله انا كميه كبيره تتقدم بقى جنب، دي سلطه لوحدها يعني من حلاوتها. ممكن نحط شويه في طبق هنا، مجهزه برضو الفرايز، مفيش برجر من غير فرايز. طيب كنترول بيقولوا لي 3 دقائق، ها خلينا نعلي الحراره عشان ايه ما نزعلش بعض انا والكنترول. هنقلبها كويس وهنحطها على الخس. هاخد شويه مايونيز الاول عشان الزق الخس على البرجر اهو، مش محتاجه كميه كبيره بس بيدي شكل حلو وطعم حلو. وبناخد الكول سلو بنحطه كده شويه، وتعالوا ناخد كول سلو هنا كمان، انا عايزه اخلطه بس كويس كويس. انتوا في البيت بقى خدوا وقتكم، مفيش كنترول بقى يقول لكم يلا يلا. نحط شويه من الكول سلو هنا ونحط ده هنا، تعالوا نشوف البرجر نقلبه. لونه يجنن، هضغط عليه وما تعملوش كده في البيت عشان بس ارفعه شويه ويستوي اسرع بالدقيقتين اللي فاضلين.
طيب النهارده عملنا ايه؟ انا هسويه بس هكون صريحه معاكم تماما، ده محتاج يتسوى كويس. انا هخلص لكم الساندوتش وتشوفوه، بس سووا الفراخ صح. احنا محتاجين بس نتعلم الوصفه مع بعض. هتسيبوها لحد ما تحسوا انه هي تماما من جوه استوت ومن الاطراف، بس هنكمل الطبق الحلو اللي احنا بنحضره. هقول لهم اسرار الفود ستايلنج يا جماعه ولا ما اقولش؟ بالفود ستايلنج، بتصوير المنيو اللي بتشوفوه في كل المنيوهات المطاعم اللي بتروحوها، كل الاكل اللي في الصور تقريبا لا يؤكل، كله الوان. يعني مثلا ده خدوا التحميره بتاعته خلاص كفايه كده، هيحطوه على الاكل زي ما انا هعمل حالا. هنعمل كده وناخد شويه كول سلو تاني على الوش. طبق قدامنا في مخلل كمان، نحط كول سلو تاني عشان يدينا هايت كده حلو وارتفاع للبن، ونحط القطعه الثانيه، ويبقى ساندويتش الفراخ اللي انتوا سووه احسن بالبيت اهو بقى جاهز. شايفين هنحطه هنا. والنهارده عملنا تشيكن برجر، عملنا البيتزا الايطاليه اللي هعمل فيها فقره التعذيب، بيتزا الايطاليه اللي واخده التحميره الحلوه والسوى الصح. بصوا هنا واخده البابلز الحلوه مستويه تماما، هندوقها حالا كنترول عينهم فيها. خطيره. وكيكه الحليب الشهيه بكره. ازاي هنغير دي ودي ودي والايه؟ هتعرفوا بحلقه بكره. استنونا، باي.